قال وزير النقل هشام عرفات إن الحكومة توافقت على قرض قيمته 8 ملايين دولار لتأهيل قضبان وخطوط السكك الحديدية، تتضمن استخدام 4 ماكي من النمسا وتطوير السكك الحديدية. خدنا الحمد لله موافقة مجلس الوزراء على القرض بقيمته 8 مليون يورو لعمل إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية. فكنا حقيقة عندنا احنا مشكلة اتكلمت فيها قبل كده كتير، احنا اهتمامنا اساسا في خطة السكة الحديد اهتمامنا بحاجتين في منتهى الاهمية اللي هي تتعلق في البنية الاساسية.